أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائل أبو عبد الله، يقول: فضيلة الشيخ، عندي في حسابي في البنك مبلغ من المال، وأنا شاب لم أتزوج بعد، وأجمع هذا المال لأتزوج به، أي أنه مهر، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على النقود فإنها تجب فيها الزكاة، ولو كان قد ادخرها لحاجته كالزواج وغيره، أو لسداد الديون أو غير ذلك، إنه يزكيه إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. نعم.